شيد معهد التدريب المهني في صحم عام 1980 كصرح علمي متكامل يؤهل الطلاب مهنياً لدراسة أنواع جديدة من المهارات المطلوبة في عالم اليوم، حيث يتلقى طلابه الذين يبلغون 200 أطباء. وتتمثل تخصصاته في السكرتارية والمحاسبة بالقسم التجاري والكهرباء والسيارات والميكانيكا والنجارة بالقسم الفني، وهو مجهز بورشة يقوم الطلبة خلالها بالتدريب على أسلوب التعامل مع الميكنة الحديثة. ويخدم عدة ولايات إلى جانب صحم كسحار وشناص واللوا والخابورة والسويق، بالإضافة إلى وجود طلاب من مسندم والبريمي، فضلا عن المهارات الأخرى التي يحرص المعهد على تلقينها لطلابه في الإنشاء والمعمار.